يسألونك مع عم دانيال. تفاعليات مسائل كتابية مقارنة وأكثر. والآن إلى السؤال. أصدقائي الكرام، تحياتي وأهلا وسهلا فيكم مع هذه الحلقة. شو رأيكم لو هذه الخط الرائع العربي الرائع، هذا ديواني على الفكرة، لو أنا أخذت هذه وجلست عليها، هل هذا يزعجكم؟ رح يأثر عليكم؟ يمكن على الأغلبية لا، ربما البعض يستاء، لكن إلى أي مدى ممكن الاستياء؟ هذا ما حدث في باكستان، في لاهور باكستان، وهذا اللي خلاني لأول مرة من وقت طويل أنا ما شعرت بهذا الاشمئزاز والتقزز بهذا الشكل، لدرجة أني ابتدأت استفرغ vomiting. I started vomiting, throw up. ما خليت شيء بطني، وأسبوعين أنا عم عالج نفسي، لأن فعلا تقززت من هذا المشهد اللي حصل في لاهور باكستان لهيدي الست المسكينة. ومن يفتخر بأن الإسلام كرم المرأة، دعونا نرى كيف كرم الإسلام المرأة في باكستان. أرونا هذا، ما تفرجيني المرأة في المجتمعات، بعض العواصم العربية والمجتمعات اللي تعلمت فيها المرأة. معظم العالم الإسلامي المرأة لم تكرم فعلا. على الحالتين دعونا نشاهد ما حدث في اللغة الإنجليزية مع هاريس سلطان. وجه له تحية، هو باكستاني نفسه، إذن يتكلم عن باكستان كشخص عارف، ويظهر أن باكستان الأكثر دولة تتعامل مع قانون ازدراء الأديان blasphemy law، لدرجة أنه أي إنسان ممكن يشتكي على شخص آخر غالبا ضد مسيحي أو مسيحية أنه نجدفه، ويكفي أن هذا الآخر يواجه عواقب وخيمة تمتد إلى السجن لسنوات طويلة أو حتى حكم بالموت حسب الشريعة الباكستانية، حسب قانون التجديف، قانون ازدراء الأديان، ليس قانون ازدراء الأديان لكن قانون ازدراء الإسلام. يعني لو جدفت ضد المسيحية في باكستان لا يوجد قانون يحمي المسيحي. نحن مش بحاجة لهذه الحماية فعلا، الناس يجدفوا ويجدفوا. قالوا له للمسيح، إن كنت ابن الله انزل على الصليب وخلص نفسك وإيانا. تجديف، غفر لهم. معايير مختلفة، الفهم المسيحي للأمور يختلف عن الفهم المسلم. عندنا world view مختلف، نظرة لدنيانا تختلف عن النظرة الإسلامية. خلينا نسمع هاريس سلطان وراح أخبركم شو اللي قال. So she's walking around this market called Ichra Market with her husband, and then some clerics or people who look like clerics, they have beards. Well, every second Pakistani has a beard these days. So he walks up to her and he says, hey, you're blaspheming against our religion. You have Quranic verses inscripted on your dress and now you're sitting on it, meaning you're putting your bum on it. Therefore, this is blasphemy. إذن اللي حصل، هذه السيدة تلبس فستان ثوب عليه كلمة واحدة، كل الثوب الديزاين في كلمة واحدة، فأتى من أخبرها، هاي أنت لابسة وعلى ثوبك في كلام الله، القرآن، مقصود القرآن، لأن شكله عربي، الكتابة شكله عربي، فهذا يعني القرآن، وهذا تجديف على الله. أنت عم تعدي عليه، يعني عم تعدي على كلمة الله، حتى أعدتك على كلمة الله.
تصوروا بوقت قصير، ما بعرف كيف عم يخلقوا هدول في كل مكان، مثل الفيديو اللي شفناه آخر مرة أنا عملته، الموبس بيخلقوا خلقة. فموبس مجموعة يعني من الشذاذ الآفاق المشردين اللي ما عندهم شيء تاني يعملوا إلا يحشروا أنوفهم بالآخرين، تجمعوا، وهذا ما معناته في عنف، بيكون غالبا معهم هراوات، معهم عصي، حاضرين يستعملوا العنف. وكانوا ضد هيدي الست قاعدة في المطعم، ست طلعت هي وزوجها سواء يتفسحوا بالسوق في المدينة أو بس لحتى يأكلوا أو بدهم يشتروا أغراض وقعدوا يأكلوا، دخلوا المطعم. في كل الأحوال السيدة مع زوجها لابسة هذا الفستان وعليه كلمة حلوة قاموا عليها، وكان لازم ألزموها أنه تخلعوا، لو ما خلعته رح يخلوا عليها بالقوة. تصوروا هيدا، هذا التهديد كان، إذا ما بتخلع الفستان رح يخلعوا بالقوة، يعني رح يخزقوا عنها، لأنه هيدي كلمات الله، مش معقول، هي كلمات من القرآن، هذا عربي ذكر كلام القرآن، وهي لابسته ورح تحط قعدتها عليه، شو هالقذارة هي، شو هالتجديف هذا. تصوروا المشهد بالنسبة للست، وتصوروا أنا بتصور الرجل، يا عمي الرجل زوجها ما له وجود، ما قادر يفتح تمه. حوالي 300 شخص تجمعوا بكل هذا التهديد، إذا ما بتشيلي نحن بننزعه بالقوة. تصوروا هالمشهد، يعني بينزعوا بالقوة، رح يمزعوا الفستان تبعها بس لحتى يشيلوا عنها، لحتى ما يلمس قعدتها وبزازة، لأنه عليه كلام الله حسب ادعائهم. هلا نحن فاهمين شو القصة، إنه مش ما في كلام الله عليه، بس طالما شكل حرف عربي للجاهل هيك، هذا الجهل جهل مطبق. تصوروا الرجل بده يشوف زوجته عم ينزع عنها ثيابها، وهيدا الإسلام، هيدا الإسلام العفيف، الحريص على عفة المرأة، حريص على كرامة المرأة. عندي بضع كتيبات ونبذ عن مكانة المرأة في الإسلام، طبعا أعلى بكتير من مكانة المرأة في المسيحية وفي اليهودية بشكل واضح. هذه مكانة المرأة، هذه مكانة المرأة اللي لابسة فستان المصمم كويتي، والفستان مصنوع في الكويت، وربما أتى هدية إلها، المصمم مسلم، مصمم الأزياء، هذا الفستان مسلم كويتي من الكويت، وأتى هدية. وأصبحت مشكلة كبيرة. خلينا نسمع كمان شوي من هارس سلطان، بس ثواني. The cleric couldn't even read or write anything, let alone Arabic. هذه مضحكة أكثر. Clerics هدول رجال الدين حتى ما بيعرفوا يقروا، وخلافا عن العربي، يعني لغتهم الأردو ما بيعرفوا يقروها، أكيد في العربي. شوفوا الجهل، فالجاهل يحكم في الآخرين لأن عنده دراع، لأن عنده مطوة سكين، عنده هراوة، مع سلطة الدين، سلطة الإسلام على رؤوس العباد، ما بقولهم الناس، العباد، لأنهم عبيد لهذه الديانة، لهذا النظام القمعي، قانون التجديف. أي مسلم في باكستان، وهذه أحداث أسبوعية تصلني باستمرار، أي مسلم بيشتكي على مسيحي، خلينا نقول عبد المعطي بده يشتري بيت أزاد المسيحي، وأزاد ما بده يبيعه بيته، بده يشتريه، وبده يشتريه بربع الثمن. يا أخي ما بيصير هيك، هذا بيتي، أويني. طيب ممكن بيعك يا بس أعطيني الثمن. لا لا لا، ربع الثمن. بيشتكي عليه إنه جدف على محمد،
وانتهت القصة. راحت على أزاد المسكين المسيحي، انضرب بالسجن. هذه أبسط الأمور، أمور متكررة باستمرار، دائما دائما دائما. غير هيك خلينا نفكر مع الناس هدول. إذن في النتيجة الله بعت شرطية جريئة لفت المرأة وأخذتها على أساس رح تأخذها، يعني قبضت عليها لحتى تسكت الجماعة. ومنفكر مثل ما منشوف الصورة، منفكر أن الموضوع انتهى هون. للأسف الموضوع ما انتهى، هذا اللي خلاني استاء فعلا. الموضوع ما انتهى هون. المرأة كان عندها مجلس مع رجال الدين، مع مشايخ. في هذا المجلس كان لازم تعتذر، بما أنه كان في تصوير، طبعا اليوم في سوشيال ميديا، كان لازم تعتذر للأمة كلها عن فعلتها الشنيعة. كان لازم تعتذر أنه هي بجهل لبست هذا الفستان، وهي بتعتذر مع أنه بجهل. يمكن تقروها بالإنجليزي، عملت هيدا لكنها بتعتذر. كانت تتصوروا هيدا؟ كان لازم تعتذر للأمة؟ أصبحت قضية وطنية، قضية تجديف. طيب يا جماعة، مجنون يحكي وعاقل يسمع. خليني أقول هذه الكلمات، إجا مين عنده عقل وقالهم، خبرهم إنه هذه الكلمة حلوة، قالوا حلوة. فكروا حلوة يعني مكتوبة حلوة. احنا اللي ناطقين بالعربي بنعرف هيدي الفرق بين الحلوة وبين الحلوة. فكل الكتابات بالانجليزي ترجموها سويت، انها حلوة، بجهل. وواحد بياخد عن واحد، واستمرت الجهالة فوق الجهالة فوق الجهالة كل هيدا. فالقضية ما انتهت الا انه لازم تعتذر للأمة. والست المسكينة اعتذرت أمام الكاميرات لي الأمة. لو هذا حصل أنا في منطقتي، في أي مكان في الغرب، خليني أقولها، ما أسمي وين أنا الآن، لو هذا حصل رح أطالب الاعتذار من هيدي الست. لو في ناس عندهم ذوق، لو كان هذول الأشخاص فهمانين شوي، جاهلين باللغة أوكي، ما بتعرفوا تقروا أوكي، حتى لغتكم جاهلين فيها أوكي، لكن شوية ذوق، أنتوا فهمتوا بعدين أنه هي هيدي الست ما كانت لابسة شيء من القرآن، إذن ما جدفت وما قعدت، ما حطت قعدتها على كلام الله، ولا لمسوا بزازها كلام الله، كلام القرآن المقصود، كلام الله في القرآن. فهمتوا انه هذا غلط، اعتذروا منها، كان المفروض الاعتذار منها. ما حدا عنده جرأة يطالب انه هيدي الاشخاص يعتذروا من هيدي الست، لانهم اهانوها واهانوا زوجها وسببوا لهم ألم شديد ما بفتكر بحياتها راح تنسى هذا الموضوع. هذا المجتمع اللي بيقول كرم المرأة، وين كرم المرأة؟ أهان المرأة في أدنى الحضيض، حط كرامتها وأنفها مشان فستان مصممه مش كافر ولا ملحد، يعني مش مسيحي ولا يهودي ولا صيني، مصمم مسلم كويتي من بلد عربي مسلم. لكن الجهل تغلب على كل شيء، والتعنت كان أقوى من الجهل. وهذا المجتمع اللي منواجهه نحن في الغرب، هذا النوع من الإسلام نواجهه في الغرب. والتعليقات على الفيديو، فيديو هاري السلطان، هاري السلطان
شاب ملحد باكستاني. واحد من التعليقات، اثنين من التعليقات عجبوني لكن صدموني، والصدمة واقعية تماما. فبقول: This gutsy police woman has more guts than all the police in Britain. هيدي الشرطية، السيدة الشرطية، عندها وزن. يقولنا في عندنا كلمة عربية سيئة ما راح أقولها، جيت فكري هون يعني عندها guts، عندها المهم عندها كان وزن أكثر من البوليس في بريطانيا، لأن البوليس في بريطانيا يتخاذل أمام أشخاص منها مثل هؤلاء. نتصور هذا، البوليس في بريطانيا يتخاذل أمام أشخاص من هذا النوع، وهذا ما يحصل في الغرب الآن. يريدون فرض الجهالة والعنجهية على المجتمع المتحضر. المهم هالبوليسية كان عندها شجاعة أكثر من البوليس بإنجلترا ببريطانيا. شوفوا التعليق الثاني اللي وراء: Britain? Oh, you mean Britainistan. بريطانيا؟ أنت بتعني بريطانستان. نعم، بريطانيا أصبحت بريطانستان، أو في طريقها إلى الغوص في بريطانستان، وفرنسا راح تكون فرنسستان وبلجستان إذا ما صحيوا هدول الستان تان على الخطر القابع بين ظهرانينا. كلمة لأخوتي المسلمين والأخوات المسلمات في هذا المجال: ما بتشعر بالسخافة في هذه الممارسات؟ ما بتراجع نفسك وبتراجع التعليم وين أنت واقف أمام هذا المد اللي عم يجتاح العالم كله؟ هذا التعصب الأعمى، هذا الجهل، مش تعصب، هذا جهل. ألا تسأل نفسك، ألا تسألي نفسك؟ ما رح أقلكم اقبلوا المسيح، طبعا هذا رائع بيكون، لكن الله أعطى العقل لنستعمله لنفكر فيه، ما نكون عميان مقادين من عميان بحاجة إلى تفكير. ليت الله يهبنا جميعا قوة التفكير الإيجابي بالنسبة للآخرين. المرأة لها مكانتها، المسيح رفع مكانة المرأة، فتفكروا يا أولي الألباب. تحياتي معكم عم دانيال، إلى اللقاء.